وجاء عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في ركعتي الفجر بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. وأيضا صح ذلك من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في ركعتي الفجر بهاتين السورتين. وجاء عند مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في ركعتي الفجر في الأولى منهما بقول الله عز وجل قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، وفي الركعة الثانية آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون.